وسام الراشد طبعا اللي هو صاحب الاداء الطربي والاحساس المرهف بيقدم جديده اغنيه بجنني بحركاته من كلمات والحان زوجته الفنانه الشامله الكاتبه والملحنه والمغنيه اماني النوري. اهلا وسهلا فيك وشرفنا. انتوا شرفتونا كمان. يا هلا فيك وسام. اليوم انا حابه ابدا من جديدك هيدي الأغنية اللي خاصة بابنك، صح؟ أولا الله يخلي لك إياه ويخلي لك العائلة الحلوة. تحية لأماني من بداية طبعاً الحلقة. ما فينا الغنية كتبتها أماني ولحنتها إنه عم تعمل شيء عمل لابنها، هي حبت تعمل له عمل وبدها تغني له إياه كانت، وانعجبت أنا بالغنية ومعجب بالصبي، فقلنا لها معلش اسمحي لنا نغنيها وانت فنانة شاملة بكره بتعملي له شيء ثاني. ما اختلفنا الام او البي بغني له اياه. وسمعت انه محضرت له هي شيء فيها اسمه، يعني يوسف بغنيه خاصه لإله، فصار النصيب واخذت انا العمل وصورناه الحمد لله نحن ويوسف. قديه حلو وقت تكون عم بتغني لابنك يا حياتي. الحلو التجاوب، يعني رايح صبي عمره سنه عم تصوري انت وياه كليب، عارف حاله انه جاي يصور هو وهو هو الستار. ايه هو النجم وهي الغنيه لإله وبحبها ومع الايقاع وشيء سبحان الله. كتار بيكونوا حريصين تما يبينوا العيلة على العلن، يعني من زوجتك اماني لابنك كمان يوسف، ما عندك هالمشكله ابدا؟ والله لا بل بالعكس يمكن تتباهى. انا بسمع كثير انه لا واسم الله عليه حلو وعيون وكذا وهيك، ما لا الله الحامي بالنهايه وبده يكبر بالنهايه وذكرى حلوه هاي. صحيح. الطفل يشوف غنيه لإله، خاصه انه بست ايام صارت 100,000 على اليوتيوب، يعني غنيه كثير هيك بوب مهضومه لانها صادقه، يعني فيها صدق بكلمتها بلحنها، وانا حاولت قد ما في يعني عم غني له اياه لإله، حاولت هيك سيبها قد ما في بالاحساس، يعني لانه ام كتبتها لابنها. طبعا في احلى من هيك؟ لا ما في. بس برافو يعني عليها اماني، لانه نحن بس نحاول نحكي ونعبر عن حبنا لاولادنا عن جد ما بنلاقي الكلام. ما بنلاقي كلام. ما هي كانت تصير معي، يعني انا انه اجي وينوه عنده حركات، هو كل ولد سبحان الله، فطلعت معه هيك بجنن بحركاته، لان كل الولد عنده هيك شيء معين بيعمله، يعني بخرب بكسر، والصبي غير البنت كمان وكل شيء سبحان الله. فطلعت مع الفكره دغري بجنن بحركاته وبلشت. الله يخلي لكم اياه. ميرسي. نسمع؟ يلا. يا ريت. يسلم للي بيضحك لي كل ما طلعت عيني بعينه، مهضوم بيعرف اني بغيابه عم اسال وينه. يسلم للي بيضحك لي كل ما طلعت عيني بعينه، مهضوم بيعرف اني بغيابه عم اسال وينه. بيجنني بحركاته صرت حافظ انا كلماته، حتى اكتر تفاصيله قلبه عدد دقاته. بيجنني بحركاته صرت حافظ انا كلماته، حتى اكتر تفاصيله قلبه عدد دقاته، حتى اكتر تفاصيله قلبه عدد دقاته. بالصدفة طل قبالي هالقمر العالي العالي، نزل يتمخطر على الارض يا حظي ويا نيالي. بالصدفة طل قبالي هالقمر العالي العالي، نزل يتمخطر على الارض يا حظي ويا نيالي. بيجنني بحركاته صرت حافظ انا كلماته،
حتى أكتر تفاصيله، قلبه عدد دقاته بيجنني بحركاته، صرت حافظ أنا كلماته حتى أكتر تفاصيله، قلبه عدد دقاته حتى أكتر تفاصيله، قلبه عدد دقاته. بيجنني بحركاته حتى أكتر تفاصيله، بيجنني بحركاته، صرت حافظ أنا كلماته حتى أكتر تفاصيله، قلبه عدد دقاته حتى أكتر تفاصيله، قلبه عدد دقاته. حياتي أنا الله يحمي. مرسي مرسي. ويحمي أولاد العالم كلها. أمين. أمين. عن جد نعمة. يا حياتي أنا كنت شايل شقفة من لحمه أكيد. يعني كان فين قال لك ما بيعملوا فيه هيك بالبيت؟ إيه إيه. بيتحمل. خبرنا هلا، حكينا شوي عن الغنية. خبرنا شوي عن أماني. أماني تمام. أماني مين قدى؟ أماني الحمد لله عم تعمل أعمال كتير حلوة لقلها، يمكن مقلة شوي لقلها لأنه بسبب أنه جا الصبي والتهت شوي وكذا، بس الحمد لله عم تعطي كتير أعمال حلوة. مثل مين؟ مثل مين يعني؟ راغب علامة يمكن أكتر فنان عملت له ثلاث أغاني نحكى بي نزل منهم صدفة وعندها لكتير نجوم عم يعني اشياء عم تتحضر. اوكي. بتعرفي انت النجوم مزاجيين مثلنا يعني هلا. بعرف. ايه. عم بتقلي؟ بعرف. ايه. بس فنانين بالبيت كيف الجو؟ انا بقول لها انا مش فنان، انا بالبيت قادر اعمل فنان. فنان برات البيت انا لانه قويه اماني، يعني اسم الله عندها طاقه بصوتها مخيفه. فعلا. كنوت وهيك عامله كمان ماستر. صوت كبير وبتكتب وبتلحن وبتغني. شو أنا سو أنت بتستفيد منها أكتر صح؟ إيه فنياً طبعاً بزاوية معينة. إيه وعندها رؤية منها هينة، يعني عندها موهوبة، عندها موهبة وعندها إنتاج غزير. يعني مع هيدا وكله بتاخد برأيك مزبوط؟ إيه بتسمعك وبهمة تسمع تعليقك طبعاً. بيكون في كلمة أنا بحبها يعني محط كلام معلق عليها بتسمعها هي بتعملها غنية، اللي حبيبتي حبيبي أنا حضرت لك غنية حلوة، بتقلي أول عنوان أنا ما بياخد وبعطي، ما هي الكلمة أنا بقولها عطول، اللي هيدي الغنية له شو هاي الغنية، هاي كلمة أنا بقولها عطول. هلأ محضرت لها مفاجأة إن شاء الله يا رب، يلا تصويرها هيك شو أسبوع كمان غنية بقى تعمل ضجة كتير، لأنه غنية كوميدية بشكل زياد رح بين عن وضعنا. يعني هاي الأغاني اللي بتعيش. طيب نحن بوقتها بدنا نسمع شيء. شو هلا نسمع؟ شيء طرب. سمعنا شيء هيك اكيد بوب. منقول وردة تحياتي لشربل طبعا خيب. اكيد عارف كان أجمل شيء في حياتي، إيه حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي، عارف كان أجمل شيء في حياتي، إيه حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي، وعدني وطير قبل المواعيد بالفرحة عيد قبل العيد، وعدني وطير طير قبل المواعيد بالفرحة عيد قبل العيد، والقك يا حبيبي سبقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد، والشمع يشوفني معاك يا
حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد. لك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايد والدنيا في ايد والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد. كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد. شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسي عليه. شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسي عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي. شكرا وسام. قديه مشتاقين لهيك نوع من الاغاني. اكيد منحييه يعطيك الف عافيه وسام. قديه متعطشين عن جد. عم نضل يعني نحن عم نفش خلقنا هيك بالجلسات يعني. يوم بطلع سهرات بدهم يرقصوا وينطوا بتفهم الوضع يعني. انا ما عم ننطر هدول القعدات البروجرامات الحلوه كذا لنقدر نعطي هيك مساحه. لان اليوم الصوت اذا ما بضل كمان عم يعطي طرب وعم يعطي مساحات بيضعف كثير. بيضعف بيختنق. ايه مثل انه بدك تضلك على طول تقولي هدول المقامات الحلوه اللي فيها مقامات شرقيه اللي فيها لمسات هيك. لانه اللحن هون بيفرق كثير. اللحن في محلات حلوه بتبين الصوت. الغنيه المهضومه الصغيره اوكي بس ما حتبين ابداع الصوت. ما حيبين شيء بالصوت، حيبين غنيه مهضومه مثل اللي عملناها ليوسف يعني. عمل حلو كثير مهضوم بينحفظ كلمه مهضومه. اي بس ما بتعلق كثير يعني وبتضل عايشه. غنيه أنية يعني. يمكن هلا مع يوسف تكمل لانه امه بدها تدعم له اياه منيح انه غنيته هاي. لا وبعدين عم بيصيروا كل الامهات ينزلونهم لاولادهم. هي ما موجهه هي. ثاقبت هي. بس مش موجهه دايركت. طيب وسام انت من الاشخاص اللي عانوا على الصعيد المهني وكان طريقك منه هين ابدا. اذا بتعرف حدا بعز على قلبك بده يمتهن هالمهنه بتقول له جو اهيد ولا بتقول له شو بدك؟ بقول له جو اذا هو عنده موهبه وبحب هيدا الشيء. لانه اذا بتملكي الدنيا ما بيترك الموضوع. هيدا الشيء بالدم. بس طبعا بده يكون عنده شغل ثاني متكل عليه يعني. هيدي مصلحه. سوري يعني قلنا عنها مصلحه مع انه هي بدها انتاج كبير يعني. اليوم قد ما كان الصوت حلو إذا ما في غنية حلوة وفي كليب حلو وفي دعم كبير يعني حرام. الصوت ما بيبين كمان إنه بيغني بالنهاية وين بده يبين. وأنا بنصحه إيه بس ما تكون هي التركيز عليها. هي موهبة حلوة عم بنميها ويكملها ويطورها إيه. ويكون في شيء كمان مرتكز عليه لحياته. هيدي هي. حتى كبار الفنانين يعني اسمعي قصصهم يعني. أنا متعلق بعبد الحليم كتير. أنا بفيلم أبي فوق الشجرة ميزانية الفيلم شيء والمنتج شيء والسوري يعني والفيلم هالقد كبير يعني. ضل سنة كاملة بالسينمايات قد ما فيلم كبير. وحليم حاطط قد إنتاج الفيلم للفيلم كمان ليدعم إنتاج الفيلم. تصوري قد إيه الموضوع كبير يعني. ما إنتاج فيلم هالقد ضخم وهالقد عمل. الفنان قد ما كبير الله يرحمه حط انتاج قد انتاج الفيلم مع الفيلم لحتى يساعد. اليوم الانتاج كثير مهم وكثير كبير. كل ما بتكبري ببين الروندومو اكثر واكثر. مزبوط. بس اليوم غير الانتاج اذا بدنا نحكي بالصعوبات شو كمان بتذكر لنا من الصعوبات وقد ايه في عن جد فرصه بتجي اوقات
لناس لا على البال ولا على الخاطر ويمكن مش هالقد موهوبة، ولكن لأنه كان عندها هيدي الأوبورتيونيتي لتبين بتنجم. هي ما فينا نخبئ إنه فيها كمان لعبة حظ. يعني اليوم هلأ غنية بفيلم، سوري ما بنعرف مين بغنيها، نجح الفيلم صار اللي بغنيها غنية وال... مزبوط. من هون أنا بركز على موضوع السينما. يا ريت نقدر موضوع السينما منه موضوع صغير أبداً. اليوم شارت المسلسل كمان، شارت المسلسل أو يعني غنية بفيلم، يعني منه أنا يعني صحلي هيدا الظرف، صار تأخير بمصر سبحان الله. بس إيه عندي بحب هيدا الطموح، الغنية بالسينما كتير كتير بتخدم الفنان شكل. أي فرصة أنت بالإضافة للحس، الناس بتعرف تقطف الفرصة تمار، في أمرار بتجيك الفرصة قدامك بتوقف مزبوط وبضلك ماشي مزبوط. أي فرصة أنت وصلت لك وما عرفت تستغلها ما هي قدرتها؟ هي رجعت من مصر أنا، لأنه مصر بلد الفن. يعني هني لو أي من الأيام هني عايشين بالفن، اللي بيغني بيغني، اللي بدق بدق، اللي وجماعة متكلين كتير على، يعني اليوم في 5 حفلات لخمس فنانين، في 125 عازف ناطرين برا، كل 25 بدو يفوتوا مع فنان. صحيح. كتير 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 بيلتزموا جماعة فنيا، شو عم بيصير بمصر، الثورة شو صاير، شو كذا بالعالم، هني جماعة عايشين كتير فن. للموسيقى. أنا ندمت إنه رجعت بوقت غلط، يعني العائلة وهيك وكذا، وكنت وحيد عند أهلي، اضطريت أرجع. إيه هيدي ندمت عليها، لأنه كنت هونيك أنا بلشت يعني فايت سينما وبلشت أعرف وبلشت تابع. إيه يعني هوني عم تروحي أنت على محل، إذا ما بدهم يعملوا أفلام بيعملوا 100 فيلم بالسنة. في إنتاج كبير، في فرص كتير. إيه هيدي بس مثل ما منقول عطول، في شيء أقوى طبعاً من شيء بالحياة طبعاً. للعيلة أهمية طبعاً كتير كبيرة، لدرجة أنه يوسف يعني إيه صرنا منغني له مثلاً. فلا الله يخلي لك الله عيلتك، عطول بيجي عوض من ربنا أكبر طبعاً. الحمد لله. بدي أعرف غير يوسف عندك ولا أول ولد يوسف؟ لا في خير الله. كم ولد بسم الله عندك؟ 3 بنوتات. يخزي العين يا حياتي أنا. الله يخليهم الله يخليهم. بدنا نسمع. إيه شو بدنا نسمع؟ حابين نشبع مغنى اليوم، يعني بداية الويك إند فلين مع يومين. أنا غني عطول على اللي قرا هيك بتعنيلي. نحنا منحب نسمع وهيك هيك نحنا متغربين يعني ببلدنا. We'll be right back.
متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين متغربين احنا متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين لحد قال عنك خبر يفرحنا ولا حد جاب منك كلمة تريحنا بس لما تيجي وانا احكي لك عاللي جرى وامسح دموعي في منديلك عاللي جرى عاللي جرى عاللي جرى شكرا وسام. رح نسمع منك المزيد من الاغاني ونتابع دردشتنا طبعا مع كارين والمشاهدين، ولكن بنتوقف مع بريك قصير وبنعود. خليكم معنا. الفقرة الأخيرة من برنامجنا لليوم اللي كان كتير مليان موسيقى، كتير أغاني، أحلى شيء ما هي؟ أحلى شيء هيك بتفوتي خاصة على الجمعة. بتفوتي على الويك إند مرتاحة. مصلتني وسام، بدنا نكمل الحديث معك. خلينا نعرف شو محضر، شو جديدك، على شو مفوكس. قلت يلا شد حالك يا وسام. محضرين مفاجأة حلوة كتير. شو هي؟ كنا عم نحضرها واجت غنية يوسف اخذت شوي من الوقت يعني تبعها. فكرة كتير مهضومة بتشبه وضعنا اللي نحن عم نعيشه. عملتها أماني، كتبتها ولحنتها بقالب هيك كتير مهضوم. ان شاء الله يلا قريبا عم صورها. عم تصورها اسبوع الجاي. مع مين؟ تصور. مع مو وهبي. بحب كاميرته كتير وصار يفهم علينا على الطاير. يعني مفروض تنطرح قريبا 10-15 يوم ان شاء الله بدها تكون نازله. اوكي. غنيه مهضومه كثير حنغنيها كلها باكد لك. يلا ان شاء الله. يعني هي لازم تركها على السوشيال ميديا عليها. كيفك مع السوشيال ميديا هلا؟ كثير عم بحاول اضحش السوشيال ميديا لازم. لان لقيت اهم من التيفيات، لانه بكثير موضوع الكهرباء وموضوع الوضع عم بيعذبنا شوي. لا ويو كان جو يعني فايرل وين ما كان بالعالم، مش بس بلبنان، فيك تروح بالوطن العربي بالعالم. لازم ترك على السوشيال ميديا، بتوصلك اسرع من التلفزيون حتى 100%. وما بتدفع هالمبالغ الخياليه اللي بتطلب يعني على التلفزيونات لدعم الاغنيه او عمل بيستحق انه اساسا هن يدعموا. فعلا عندك من دون ما تدوري شيء ولا تعملي شيء على التليفون. وسام قد ايه عم بتراقب وقد ايه مش رح اقول لك قد ايه راضي على الاغاني اللي عم تنطرح حاليا بالسوق؟ رح اسالك مين اللي بيلفتك؟ هلا انا بحب اللي بغنوا الطربيات، يعني مثل صبحي توفيق فنان ضل مزاح عن الخط ابدا، بعده عم بغني هاللون كتير كتير. هلا بنسمع له شيء هيك. سمعنا يا ريت. بنقول طول ما انت غايب للفنان الكبير، تحيه له كمان من شاشتكم. طول ما انت غايب ماليش حبايب غير القمر، تهجر وتقسى تبعد وتنسى هو القدر. طول ما انت غايب ماليش حبايب غير القمر، تهجر وتقسى
تبعد وتنسى هو القدر. ما تقولي بتهجر ليه وتقولي بتبعد ليه، ما تقولي بتهجر ليه وتقولي بتبعد ليه، ما الهجر خصام اه من الايام. بتفرق المكتوب وتضيع المكتوب هو القدر، فعلا هو القدر. تحية كبيرة للفنان صحيح. بنحييه نحن كمان، اشتقنا لهيك نوع من الأغاني واشتقنا لهيدا الرقي، لأنه الفن أنا بعتبره من أرقى المهن. للأسف مش بس في أغاني كيف ما كان عم تنزل وتوصل وتنتشر، فقدنا الرقي وفقدنا شغلة كتير مهمة، ما عم تعيش الأغنية أبدا. هذا جاي لأنه لك لأنه ما فيها ما فيها هالباز، لا ما فيها تقل، ما فيها شيء. الغنية بتطلع وبيدعموها ورح ينطفوا حالهم يعني عليها الفنانين، ومع كل هيدا الدعم وما بتنسمع أوقات وما عم تكمل، لأنه الأعمال هيديك اللي عم نحكي عنها عم تنطبع، لأنه مركزين على الكلمة كتير. هي الأصل الكلمة، بعدين بتجي الموسيقى واللحن. كتار بيقولوا اللحن وسام كمان، اللحن أنه بيقصدوا الإيقاع. بس هي الكلمة، إذا ما في كلمة رائعة من وين بدك تجيبيه للحن؟ بس عنا كتاب، عنا روح حلوة، عنا دم جديد، يعني ما عم يفتحوا له مجال للدم الجديد. وبتحس القديم يعني مش بعدين، النفسيات يمكن النفسيات تعبانة، في شيء ناقص. ايه عن جد يعني ناقص. النفسيات تعبانة، يمكن نفسيات الشعراء. بس ما هو ما منموه إلا بالفن، بس ما هو انسان. ايه طبعا طبعا اكيد تعبان. والفنان كمان مثل ما عم تحكي ايه. تفضل حضرتك، بحاجه لفرح شوي. لو شو ما بدك اياه يغني، بحاجه هو لشويه امان ورياحه وفرح. نفسيه على الاقل ليقدر كمان يعطي. هي كمان مهمه كثير، ان شاء الله هيك الاوضاع. بس غريب وسام، تعرف منشوف بالسهرات يعني كلنا، ولو ما كنا موجودين عم نشوف على السوشيال ميديا، بعد في سهر ايه. بعد في ناس عم بتهيس، وبعد في فنانين بعدهم عم يشتغلوا بضلهم على الستيج ايه. عندك هيدا المتنفس، ان شاء الله ما, 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 ما ان شاء الله يضل موجود. اليوم الناس مثل ما كنت عم تقولي بتنسى بهيدا الشيء. بعدين اجوا بدها تحط الهم وتقعد بدها تفش خلق العالم. يعني انا بستغرب اللي بينتقدوا. غنينا على اللي جرى، انا ما في اطلع حفله مغنيه اذا انا ما غنيتها هن بيطلبوها. العمل بياخذك هيك عمل ما عم بيموت، يعني غنته الفنانة عليا التونسية، بعدين عملته أصالة مع صابر، مع عمل ما عم بيموت. بدنا هيدا النوع وهيدا المستوى لنضل هيك مبسوطين وعم نعطي. من الأعمال كمان اللي ما بتموت هي أعمال الفنان الكبير جورج وسوف. شو بدك تغني لنا له هلا؟ هيدا الظاهرة، منقول لو نويت نسلي فات. أكيد يلا يا رب. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، انه غيري خد مكاني، انه قلبك مش عشاني، انه غيري خد مكاني، انه قلبك مش عشاني. ليه تجرحتي في كلامك؟ طب ما تهجر من انك بايعني، يا ما قالوا الناس عليك، قالوا الناس انك بايعني،
مين يا ما قالوا الناس عليك قلت شاري سيبوا يبعني قلت شاري سيبوا يبعني زاد كلامهم حبي ليك بلشت شمت غيري بيا بلشت لمني عاللي فات بلشت شمت غيري بيا بلشت لمني عاللي فات انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني ليه تجرحني في كلامك طب ما تهجر من سكات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني ليه تجرحني في كلامك طب ما تهجر من سكان. يعني اليوم اجمل الاغاني سمعنا اياها. بدي اقول لك شيء تمار، هول الاغاني بس نسمعهم نحن بيعودوا فينا للزمن اللي لبنان كان فيه بألف خير يعني أحلى سهر بالأبوجي تبعه مينيموم 10 نجوم صف أول ماسكين وغير هيك الحياة بكل النواحي بالحياة كان السهر سهر ظهر ظهر الشغل الحياة كلها كانت غير شيء يعني بس نرجع نتذكر هو الأغاني منقول الحمد لله إنه نحن مرقنا بهالأيام وعشناهم مش بس عشناهم يعني عشنا كل لحظة فيهم إن شاء الله يا رب نرجع هيك يرجع يا رب يا رب عنا أمل يعني لبنان بلد كتير صغير بدهم سوري كبسة زر بينعشوها إن شاء الله يكبسوها هالكبسة الزر لحتى يا رب إن شاء الله شو بعد ممكن نتذكر من الأغاني القديمة اللي ما بتموت وسام؟ معقول الفنان فضل شاكر هاي من الأعمال كمان ما بتموت هاي هاي من الأعمال يعني ما بتموت برقيها وبالكلمة وبال يا ريت شرب المنقولة كم نحن بدنا نقول لك يا ريت شرب المنقولة تركوا على هالغنية وغنوها لبعض عن جد أحباب نمرق مثل الأغراض
ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول ما نعود احباب نمرق مثل الاغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا قد ما فينا لا يمل يعني الأعمال الحلوة كتيرة وهيك بتعطي غذاء للروح شيء لا شعوريا بصير من الفنانين هلا حاليا موجودين وسام على الساحه الفنيه بعد 15 20 سنه كل مره بطرحوا لهيدا السؤال ولا مره باخذ اجابه عن جد مين ممكن نتذكر مثل ما عم نتذكر هالكبار اليوم هلا بضل في اللي عم يبحثوا عن النص الحلو مين يعني يعني اليوم وائل عم يعني اليوم عم يكتب إنسان بوجه له أحلى تحية كتب لي أغاني حلوة كتير منير بوعساف نحييه لمنير بيقعد بيكتب الغنية بتروي بيعملها من قلبه بيجي اللحن حلو بيجي كل شيء حلو اليوم وائل من الفنانين اللي عم بفتشوا على هذا النوع من الأعمال وفي كتير طبعا نحن ناقصنا بس أعمال حلوة في كمان وائل جسار عنده أغاني جميلة جدا مزبوط كمان عنده كم كتير من الأعمال هالفنانين بالذات لو قدروا اخترقوا السينما كمان كانوا صاروا عالميين صدقيني بس دغري رحنا على الرومانس ها الاثنين بيغنوا اللون الرايق أكتر ايه انا بحبهم كثير وائل جسار هي هي الأعمال اللي عم تعيش كثير هي صحيح. الأعمال اللي فيها طب صوت نسائي اسم نسائي اسم في نانسي الفنانة الكبيرة نانسي عجرم هيدي طبعا اكيد شهادتنا فيها مجروحة رفيقتي وزميلتي من ايام ما بلشنا يعني بنجوم المستقبل انا وياها من الفنانين الكبار وبتختار اعمال حلوة كتير وبتغني كذا لون قديم نوال ما بيموت كمان مزبوط كمان قديم نوال كمان. ما بيموت كمان. شيرين عبد الوهاب هيدي عملاقة بمصر عملاقة مصر حسين الجسمي هو كلهم العالم في اسامي فعلا عندك اغاني مزبوط. لزياد برجي ما بتموت مزبوط قديمه بس شفتي حتى الفنانين الموجودين هلا على الساحه عم نذكرهم بالقديم اكثر من الجديد ليش القديم راقب علامه طبعا تنسيه طبعا ولا يمكن مزبوط يا ريت في خبيه حدا ما هلا عم تتغنى اكثر من قبل ايه ناقصنا كم من الاعمال اصوات كثير في كم من الاعمال الحلوه يلا ان شاء الله بدها تحضير ولا ممكن هيك تعطينا مقطع من يا ريت فيه خبيها لا منقوله ايه هاي الغنية حاضره دائما حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني قدم لقلبي بايدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها بسقيها دموع عيني قدم لقلبي بايدي وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها اه يا شربل يا فنان اعطيها السرعه المهضومه
يا ريت بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها. يا قلبي روح جيب لي قلبها رح دوب وانا فكر فيها. يا ريت بتعرف شو بصلي تطل قبالي شي طلي. هلا عقدي صار بدها حلي صار لازم روح احكي فيها. باخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها. يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها. بسقيها دموع عيني قدم لقلبي بايدي. ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها. بسقيها دموع عيني قدم لقلبي بايدي. وباخد من عمري وبعطيها بعطيها. بدنا نقول له هاي كبيرة لراغب. طبعاً نحن بنحبه كثير عن جد. الفنان الذكي اللي استمر بدون كل منازع. بدون استمر منازع. كل هيدي السنين يعني منا هيني بكل رغم انه نحن منحن كثير الاغاني القديمه بس بعده عم يسمع. بس واكب بالتطور وفي اجيال تربت على اغانيه يعني ونحن منهم كنت عم تذكري كمان في عمرو الدجام. اكيد قديم عمرو الدجام قد ايه حلو. اكيد كمان. لا في اسامي بنشوف حالنا يعني بالوطن العربي عن جد في اسامي تركت لنا ارشيف كثير كثير كبير وغني. وسام انبسطنا فيك قد الدنيا. شكرا لانه ما بخلت علينا عن جد هيك لبيتنا وخليتنا ننسى اللي نحن فيه. وطبعا ما بدنا ننسى غنية يوسف بلشنا فيها. اكيد اكيد فيهم يتابعوها اكيد على اليوتيوب. على اليوتيوب شربل ميرسي كثير عزبناك. ثانك يو سو ماتش. تحيه لاماني من خلالك كمان والله يخلي لك العيله الحلوه يا رب. شكرا شكرا. والى اللقاء قريبا. بتشكركم كثير يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.